خط أحمر واحد بس أكو أظن، وهو مفهوم التسقيط والتسفيه، اللي هاي مع مفاهيم واحدة. لاحظوا بعض أوقات أنا أقول لصاحبي طرفي في النقاش، هذا يصير وايد، أنه أنت شنو دارس؟ أنا أريد أناقشك، أنت ما دارس بحث اجتهادي، هذا مو تسقيط. فد مشكلة أكو المفاهيم حدودها مو دقيقة، فالناس يعني بعض أوقات يصير تراوح الفرد. إذا أنا اعترضت على طرفي مثلا أنه أنت شنو دارس، أنت مثلا مو مجتهد مثلا، يو مثلا أنت نظرتك مو علمية، ما جاي تستعمل الإصطلاحات العلمية الصحيحة، هذا مو تسقيط. تسقيط معناته أنه على كل حال يعني المفهوم في هذا الحد الخط الأحمر اللي أظنه خط أحمر واحد، هذا المفهوم هم لازم الإنسان شوية على كل حال يقف عنده شوية. يعني عادة الناس يخلطون بين هذه الأشياء، فأظن أن الإنسان في النقاش عليه أنه الطرف الآخر ليسقطه، ليسبه، ليشتمه، ليستحقره. أما أنه يقول له أنه أنت مثلاً على كل حال عندك إشكال في مبانيك العلمية، هذا موجود في الجامعات الآن، الأساتذة هذا الشيء موجود، لما يناقشون فت قضية يقولون أكو فت شيء يسموه بحث الخارج، اللي العلماء الفقهاء يناقشوا، يجون يطرحون مثلا نظرية شيخ الأنصاري. شيخ الأنصاري هو الشيخ الأعظم، يسموه 150 سنة الآن الشيخ الأنصاري نظرياته ما دحضت. الشيخ الأعظم، الفقهاء كلهم قاعدين على سفرته، هذا كلش جليل، مثله إلى الآن ما جاء، نظرياته لا زالت حاكمة والفقهاء على سفرته قاعدين. هذا الشيخ الأعظم عنده مشرب أصولي أكثر منه فقهي، فالفقهاء يقولون بابا الشيخ الأعظم مشربه أصولي، فلذا في المسألة الفقهية يعترضون عليه، يقولون أنت نظرتك مو دقيقة، لأن شنو مشربك إلى ميلان في الفقه، لما تجي مثلا لا يمكن أن تمحص المسألة بشكل فقهي دقيق. هذا ما في إشكال، مع أنه هو الشيخ الأعظم، باعتبار أنه في الجانب النقاش الفرعي الفقهي أكو على كل حال فد نوع من مثلا الشيخ باعتبار أنه رجل أصولي، هذا موجود في كذا. نعم لازم إحنا نحافظ على مسألة التسقيط والتسفيه وهي المفاهيم، ولكن مع ذلك إذا مرة مرتين عشر مرات النقاش آلة إلى حتى مرحلة التسقيط، حتى المرحلة الفيزيكية يسموها هذه ما دار بين موسى وهارون، هم ما بيشكال، نقولهم بابا على كل حال مو زين، أنتوا طلعتوا حدودكم، أما مو أنه نعتبر أنه هاي كارثة. شهد الله أعتقد أن الكارثة فينا إحنا، اللي شنو نكبر القضايا ونعطيها حجم أكبر من حجمها. إحنا المجتمع لما أخوين يختلفون ويختلفون بعدين هم بنشي يصالحوا، أما أنه إحنا نجي هاي نقول وإسلاما الآداب راحت الأمور كلها تغيرت، لا. أستاذ جامعة إجا وضع لوحة بيضاء أمام التلاميذ، بعدين رسم وسطها نقطة سوداء، قال للتلاميذ شو تشوفون؟ قالوا نشوف نقطة سوداء. قال ما تشوفون هاي اللوحة البيضة بحجمها، تشوفون عينكم على هاي النقطة السوداء؟ هسه ألف نقاش جميل صاير، ألف استدلال زين صاير، هسه مرة مرتين عشرة، طبيعة الإنسان هذه، الإنسان مو معصوم ينجر إلى هذه المجالات. إحنا نخلي عيننا على هاي النقطة ونقول شنو ضاع الإسلام، ما يضيع الشكل، هاي حالة طبيعية كلش طبيعية في الحياة.